أجمل التحية لكل المشاهدين الكرام في كل مكان، مشاهدي شاشة قناة الشروق وصباح الشروق. بنحيي الجميع وكل الناس اللي انضمت إلينا. يوسف مجدي شاب يعني 16 سنة، كان عنده صولات وجولات في اعتصام القيادة العامة أمام مقر الجيش في أيام الاعتصامات و أيام الثورة السودانية المجيدة. عنده مواهب كثيرة جدا ومواهب متعددة، كان بيقود الدراجة حسام يعني بشطارة كده في ميدان القيادة، حتى كل الناس كان بيدعاين كده وبيدعلق عن يوسف. أكيد عمل له كبير جدا في أيام الاعتصام، وحركات بهلوانية كانت جميلة جدا بالعجلة. في يوم من الأيام هو عايد من ميدان اعتصام القيادة لبيته، تعرض لحادث مروري مؤسف جدا، أقعدوا عن الحركة، لكنه ما قعد عن الإبداع، وما ترك الإبداع، وما ترك المواهب، وما ترك الرسائل أيضا، ومضمون الرسائل لكل الناس. احنا سعيدين جدا ونفخر يكون معنا، وسهل انه اقول البطل الشاب يوسف مجدي صاحب المواهب المتعددة، عشان ما نتكلم عن تنمية المواهب للشباب، ده عنوان فقرتنا لليوم. يوسف اهلا بك، صباح الخير. صباح النور، كيف احوالك؟ الحمد لله، الله تمام، نحمد الله كثير، سعيدين بك والله لنا في صباح الشروق، ومشرفنا جدا. انا اللي عزاد الله. اهلا بك، العافيه. يوسف في البدايه خلينا نتكلم عن ارتباطك بالدراجه دي ذاته، زي ما قاعدين نقول بالبلديه العجله في ميدان الاعتصام والحركات البهلوانيه اللي كنت بتعمل دي. من متى انت بتركب العجله؟ لا يطول شديد، انا اصلا بس العجله دي الحاجه الوحيده كان قلت اموت ما بخلي العجلات، بس العجلات دي كان يعني بس حاجه الوحيده اللي هي تعجبني، ورياضتي الوحيده يعني. من متى بديتها؟ والله من صغير يعني 10 سنه كده 9 سنه قمت بعجله يعني. طيب شنو الالهمك خلاك انك بيع عجلتك دي طوال تمشي لميدان الاعتصام والحركات البهلوانيه والحاجات الجميله دي؟ ما كان في خوف كده انك تمشي ميدان الاعتصام وبالعجله بتاعتك كمان؟ لا لا والله، عندي صاحبي اسمه كمال، ده طوال ده هو اللي كان يكون سايق معي عجله طوال، يعني بنمشي اي حته ما بنقف، ممكن من حلتنا هناك، حلتنا طبعا اللي زرقاء، بنجي عاد الخرطوم هنا بعجله يعني ما بنقعد. جميل. في السن دي العجله حاولت تمشي، يعني احنا بنشوف على مستوى العالم والرياضه بالدراجه والرياضه بالعجله عندها اشكال مختلفه ومنافسات مختلفه، وحتى المواهب بيحاولوا يطوروا ويشتركوا في حاجات عالميه. كان عندك امل زي ده وتطلعوا زي ده انت، ولا بس الحاجه بقت محليه هنا واعتمدت على الحاجات البهلوانيه المبدعه اللي شافوها الناس يوم الاعتصام؟ والله اعتمدت، يعني قلت اعمل اكثر من ده ذات، وقلت بس اتعلم الحركات، حتى كنت بحضر فيديوهات يعني عن ناس بيعملوا بعجلات وكده. جميل. هو ده محورنا يمكن الجاي يا منذر، انه اتعلمت الحاجات دي من وين؟ بس الفيديوهات بس ولا لا؟ لقيت زور سبق زي صاحبك اللي انت تكلمت عنه قبل شويه، انه برضه كان معاك ومشي، انا ما عارف ايش يفيد فيكم من انت ولا هو، لكن داير نشوف مين اتعلم الثاني وكيف اتعلمته. بس اعتمدتوا على الفيديوهات من اليوتيوب ولا لا؟ لقيت زول قدامكم سبقكم ووراكم انه صح ودي غلط؟ والله ما اشتغل، وتوقعت كثير غايته مره. علمته براك يعني؟ مره انا وقعت لما غمرت عديد، لكن برضه ما قلت ثاني اللي عمله. طيب. عملتها يا هود، علمت حركات كثيره. جميل. يوسف كلمنا عن وجودك داخل ميدان الاعتصام والحركات البهلوانيه والهتافات اللي كنت بتسمعها، يا ريت لو تذكرنا بها من جديد، يعني الهتافات والتفاصيل الجميله اللي كانت حاصله. والله يعني بس ما تقول لي ما متذكر اي هتاف مما اللي كان الهتافات، والله ما عارفه، لكن كنت بمشي يعني بلف، ما بقي ذاته في حته واحده. الاحساس كان كيف وانت في ميدان الاعتصام؟ والله الاحساس يا زول ذاته، كنت تشوف زول راسه ذاته بيكبر بيعمل اكبر من طاقته ذاته، بتبذل طاقه اكثر. اي بس يعني لا في، ما بقعد بمشي هنا بلقى ناس بمشي. جميل. طيب الثورة دي في السودان كانت ثورة ملهمة لكل العالم، وطلع منها كثير، يعني زي ما كان في كثير جدا من المواهب، كان في يوسف ومواهبه المتعددة والعجلة وكثير جدا من الإشراقات. شنو كانت الثورة وفترة الثورة بالنسبة لك يا يوسف؟ مثلت لك شنو؟ عانت لك شنو؟
والآن هي ذكريات جميلة ولحظات جميلة أنت عشتها؟ والله الثورة ذكريات قعدت دي ما بتتنسي، زول كان عجز خلاص ما بينساها هذيك. يعني الثورة حصل فيها برضه حاجات كثيرة، ظهرت ناس برضه كتار شديد في الثورة دي. طيب نحن سألنا وعرفنا إنه يوسف غير القيادة بالدراجة والمهارات الجميلة دي عنده إبداعات ثانية، وبإضافة للإبداعات دي قاعد تصور، فكلمنا عن الحاجات الثانية اللي قاعد تعملها والنشاطات المختلفة دي. والله برضو بعمل سكتشات. أول يا هو السكتشات كنت بعملها يعني بصير العجلات، نصير نعمل حركات كده بالعجلات. تاني حبة حبة قلنا نعمل فيديوهات عديدة. يا هو بقينا نعمل فيديوهات حبة حبة، هسه بقيت يعني بعمل فيديوهات الحمد لله أحسن. الحمد لله. ماشية كيف الحياة دي، موضوع الفيديوهات السكتشات الحياة دي ماشية كيف الآن؟ وشايف إنك في المستقبل ممكن تصل لوين؟ والله بصل إن شاء الله، بصل لمحل كبير. أنا شايف قبول كثير يعني من الناس. بقرا التعليق كده في قبول كثير. محترف التصوير ولا لسه؟ التصوير. والله التصوير ده محترف الحمد لله. محترف. هاي. يعني زميلنا بوش ده نعجز له خلاص بعد. جميل. خلينا يا منذر كمان مع يوسف، لأنه هو مثال ملهم جدا لكثير جدا من الشباب. فخلينا نسمع منك رسالة أو كلمة لكل شاب سوداني نزيه، وكل شباب السودان الآن اللي بيتابعونا ولا حيتابعونا ولا حيشوفونا في اليوتيوب برضو. والله عايز تقول لهم شنو؟ يعني أنت كان عندك حاجة دار تصليها، ما في مستحيل، بس لسانك ده كان شغال تقدر الحاجة الدائرة تصليها. أنت كان بس مخك ده شغال، باقي جسمك ده واقف، الحاجة الدائرة تصليها. وعندك عزيمة، عندك إرادة، عندك إصرار. يعني الحاجه بس اصرار، ما غير كده، ما في حاجه. ومهما يحصل لك ما تخلي حياتك كيف قدامك، ما في شيء بيعيق منك تعمل اي حاجه او تصل اي شيء انت دايره. في ناس بيتاثروا برضه بالتعليق، شوف تعليق مثلا بيتاثر كثيره والله. لكن كلام ده ما بقدم، ما تخلي نفسك تتاثر بالتعليقات السلبيه دي. طيب يوسف، يعني نرجع بك ورا شويه، يعني بعد الحادثه وانت تكلمت عن الاصرار والعزيمه، ولو انه انت عايز تعمل حاجه بتعملها، ولو عايز تصل حاجه لحاجه بتصل لها، ما بعد الحادثه دي يعني مشوارك، هل خلاص قعدت في البيت وقلت انا حابطل تصوير وابداعات مختلفه، ولا لسه مواصل في الحاجه دي بعد مشوار العلاج؟ والله انا اول حاجه كنت راجل زي 5 شهور في المستشفى دي، ما بتحرك وما بقدر بقعد في كرسي. طيب. لكن اول ما قعدت في كرسي ده عندي صاحبي، هو اصلا كان متابعني يعني من زمان، قام جاب لي كاميرا هديه. يا سلام. سلام. اسمه ابو عاقله، له التحيه من هنا. من حيه كمان. وبس طوالي عندي صاحبي اسمه كمال ده، قال لي طوالي نبدا فيديوهات. بقينا شغالين طوالي لسه ما وقفنا، يعني ان شاء الله ما بنقف ذاته مهما حصل. جميل. عندك موقع معين او قناه في اليوتيوب او كذا ممكن نستتابعه؟ عندي قناه في اليوتيوب والانستغرام والفيس تويتر كله. الاسم شنو؟ يوسف مجدي. يوسف مجدي. جميل. جميل. طيب برضه طمنا على صحتك الان، وكيف ماشي رحله علاجك؟ والله رحلة العلاج أحسن. سافرت الهند، عالجت هناك، يا هو بقيت يعني بقعد في الكرسي. سافرت ما بقعد، يدي بقوا يتحركوا حبة الحمد لله. يعني العلاج ماشي. مواصل الآن في العلاج الطبيعي ولا؟ هاي مواصل العلاج يعني أحسن كثير والله من الأول. الحمد لله. الحمد لله. أحسن إن شاء الله أكثر في المستقبل إن شاء الله. الاستضافة الجاية حسام، يوسف يجينا بالعجلة جوا الاستوديو إن شاء الله عن قريب. ان شاء الله. والله الله يديك العافيه. انا حعمل معه مبارغه المره الجايه ان شاء الله. انا الحكم كده. انت تحكم. لكن هو حيجيب معك عجله ثانيه، شويه عجله تكون متينه كده، عجله كبيره. والله انا حتى انا حاسابك وفوتك غايته دي ده تحدي غايته، وفي الحركات البهلوانيه دي صعب برضه. انا ما حصل جربتها. لكن انت رايك شنو يا يوسف الاحجام والحاجات دي؟ يعني هل ممكن؟ لا الاحجام عاديه. شفت احنا كمحترفين في الاحجام ما في احد يطلع منها. يا اخي شكرا جميلا يا يوسف مجدي صاحب المواهب المتعدده. وقفنا معك على رحله ومشوار مليء بالمواهب، مليان برضه بالحماس ومليان بالحركات، ومشوارك في ساحه الاعتصام. شكرا جميلا لكل ما قدمته، واتمنى ان كل رسالتك توصل للناس ان شاء الله. والله ان شاء الله. شكرا لك، شرفتنا كثيرا لنا. ليش شرف لي والله. تسلموا يا اخي. ان شاء الله.